أهم حاجة فيها الإحساس بالظلم، إحساس واحد بالظلم الإحساس بالظلم والقهر، إن أنا والقهر. مقهور. وده على فكرة واحد من كوارث هذا المجتمع، إن الولد المقهور بيطلع يعمل تعويضات كل حاجة بقى، العنف، الغضب، انا عايز اخد العصبية. حقي، انا اتظلمت بقى عمري كله بقى، ابويا ظلمني وامي ظلمتني، وعلى فكرة عايز اخد حقي. هطلع ده في الأتوبيس وأنا بقطع الكنبة بتاعت الأتوبيس بموس، أو في العربية وأنا بكسر على الناس، أو في الغضب أو في الزعيق، أو وأنا بناغش الناس وبقرفها في الشغل أو ده في، بسبب معاملة غير عادلة في البيت. فأنا طول الوقت حاسس إن أنا مظلوم. حتى لو كنت دلوقتي في الوقت الحالي مش مظلوم، أنا شايل معايا بوقج على كتفي، يعني حمل ماشي بيه طول الوقت. دي واحدة. اتنين، كل ما هو كوكتيل الاكتئاب والقلق والزعل والغضب، ده نمرة من اتنين. التفرقة. اللي هو بيسموه، احنا بنسميه في شغلنا اكتئاب المبتسمين. الاكتئاب العام يا استاذ عمرو، ان الواحد يبقى عليه علامات الاكتئاب، ودول 13 عرض. ان انا الاقي واحد مالوش شهيه للاكل، مالوش شهيه للنوم، عنده اضطراب في انما المزاج، في اكتئاب اللي هو اللي مبتسم، هو مبتسم بس بس هو من جوه متدمر. بس هو متدمر ومش بيقول كده على فكره. دول ده بقى حاجه تيمه جديده في الطب النفسي، ظهرت في وقت قريب من من حوالي سنه، واللي اكتشفوا فيها كتير من الناس بيقدموا على الانتحار. وده اللي عمل ظاهره في الانتحار، ان الناس بتنتحر وهي ناجحه في حياتها، بس هي طول النهار كاتمه مشاعرها جوه، مش قادره تواجه نفسها. ايه ظواهر تاني للظلم؟ احنا قلنا الاكتئاب، التوتر، اللي هو التوتر بمعنى بقى ده حاجه مصاحبه للاكتئاب، ان انا ابقى طول الوقت مشدود، عصبي، اجهزتي كلها زي ما تكون محطوطه على، ده نتيجه عدم العداله في التعامل مع الاطفال. بص حضرتك، الامراض النفسيه اذا ما كانتش، اذا ما كناش هنقول 100%، 99.99 بتظهر قبل سن المراهقه. يعني في وقت المراهقة تظهر الانفجارات، لكن كله متحوش. عشان كده كنا بنقول من شوية، اللي يعني احنا عندنا وزنة في منتهى الأهمية، دول ولادي. ولادي دول أنا بطلعهم حاجة رائعة، أنا مسؤول قدام نفسي وقدام ربنا عن الولاد دول. دي مش موضوع اختياري، أو يعني أعمله كده ألاليجي على خفيف كده وأنا صاحي الصبح. لا، لازم أديله وقت واهتمام وتركيز، لأن أنا بعمل بني آدم، بكون بني آدم بكامل نفسيته. فالولد ده محتاج مني وقت، محتاج مني إحساس بالقيمة. ايه الظواهر التانية؟ الظواهر التانية بقى، إن الولد ده يبتدي يطلع كل اللي فيه على الناس اللي حواليه، على أخوه نمرة واحد، على أبوه وأمه، لأنه هو اتعلم من الأب والأم إن هو بيعامل بهذا الأسلوب. فأنا ببصيله بقول له اتفضل الأسلوب اللي أنت تعاملني بيه. إذا كنت أنا كأب عنيف معاه أو بحتقره أو بستقل بيه، أول حاجة هيفكر فيها في عقله إنه هيعاملني كده فيما بعد. فالولد ده هيعمل كده معايا أنا ما أنا عملته وحش هيعاملني وحش. ده اللي بيسموه الاتنتيف ليرنينج، إن هو بيتعلم بالمشاهدة. ما هو أنا ما عنديش غير النموذج ده. مشكلة كمان يا أستاذ عمرو، دي كارثة كبيرة جدا، إن الولد ده هيعمل كده في مراته وفي ولاده. يعني أنت واخد بالك المدى بعيد إزاي؟ تقول لي طب إزاي أنا اتظلمت وأعمل كده مع ولادي أو مراتي؟ لأنه في نظرية مهمة جدا في البيهيفيرال ثيرابي بتقول انه انا عندي استعداد كامل ان انا اكرر اللي اتعلمته حتى لو كنت بكرهه.